أتمنى أن في صوت. أعطوني الأوكي أن في صوت. قبل ما أحكي في الموضوع أبي أقول شيء. أنا من أكثر الناس اللي تحملت أشياء كثيرة الموسم ده، تحمل ضغط نفسي، ثلاث أرباع المشاكل تتمحور في شيء معين. أحاول قدر الإمكان أن أتجاوز الأمور من الناحية القانونية. سعادة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي المعمر، اليوم وأنا أفتح المساحة ذي أنا ماني كل مبادئي أرميها في البحر. كل اللي تعلمته من عبد الرحمن بن سعود رميه في البحر. مسلي بطولتك هالموسم انك ما تصالح ابد. اقسم بالله اذا هي على التهديد فهو تهديد. اقسم بالله ان عرفت انك مجرد صالح يمين بالله ما أرحمك. الوقت العصيب اللي مريت فيه أقسم بالله ما أرحمك لو صالحت عشانه. والوقت اللي مر عليك حتى أنت، ومر على مجلس الإدارة، ومر على الأمير خالد بن فهد، ومر على كل نصراوي. مسلي لو يجيك كائن من كان عشان تصالح ما تصالح. لو خالد بن فهد بكبره ما تصالح. النصر مو بملك خالد بن فهد، النصر ملكنا حني النصراوي. أنا عبد العزيز المريسل وبكامل قواي العقلية
أقول لك يا رئيس مجلس إدارة نادي النصر، إن صالحت ولا سكت عن حق النصر بعد كل ما عرفته من أدلة وبراهين، أقسم بالله ورب محمد لتلقى مني شيء ما شفته في حياتك كلها. تذكر انتقادك لعبد الرحمن بن سعود؟ أقسم بالله لا تشوف أشد منه. اتصلت عليك مرة ومرتين وعشر، ما رديت. لا تقول لي ليه ما كلمتني، الموضوع ده ما فيه ليه ما كلمتني. كلنا تعبنا من أهم أسباب وصول النصر إلى هذه النتائج في الموسم، الشيء اللي موجود عندك الآن. أقسم بالله العظيم اعتبروها تهديد. أي شيء، قدموا شكاوي بيديكم ورجليكم. أقسم بالله أن طردك من النصر ما يكفيني إن صالحت. ما راح أحكي معك بالتليفون، وعلى فكرة ما راح أرد عليك لو اتصلت. بيني وبينك الحين الإعلام، ما راح أرد عليك لو اتصلت. من اليوم وطالع قضيتي هالموضوع. من اليوم وطالع قضيتي هالسالفة. من أهم أسباب وصول النصر للمرحلة ذي القضية اللي عندك. بعض الجماهير النصراوية يقولوا لي أبو تركي اضغط معنا، سو معنا، تبون تشوفون الوجه الحقيقي حق عبد العزيز مريسل؟ اليوم بدأ، اليوم بدأ الوجه الحقيقي لعبد العزيز مريسل. تبون تعرفون قوة تأثير المريسل؟ اليوم تشوفونه، اليوم تعرفونه. هذه أول مساحة. عبد الله، عفوا استاذ مسلي، اللي بيني وبينك اليوم اعلامي لرئيس نادي، ما هو بخو الاخو ابد. وتراه يتكلم بكل هدوء، ولا اني عصبي ولا شيء، بس موجوع، موجوع حيل. الموسم ذا ما يروح، ما يروح كذا. أعطيتك العلم، إذا ما بديت الإجراءات الرسمية، وأنا أدري أنك بتبدأ فيها،
بس ما بيها تتأخر ثانية واحدة. ثانية واحدة ما تتأخر. تغريداتي الماضية اللي سويتها تخليك تدري وتجزم أني أدري بكل شيء، وأنت تدري أني أدري بكل شيء. بقفل بس علم يصلك ويتعداك. 1% تفكر تصالح، أقسم بالله كل الهجوم اللي جاك في التويتر والشخصنة وتجاوز الخطوط الحمراء أنك تشوفها فيني وأسود، أقسم بالله. وأنت تعرفني زين، تهديد أقوى تهديد تسمعه في حياتك. وأقول لك شيء، ما عاد بي تسوون شيء. أنا من يوم طالع ما راح أخلي الموضوع. أكثر واحد سكت أنا، لكني أكثر واحد بحكي. يجيني واحد يقول لي تدور متابعات، تدور خرابيط، أبصكه ببلوك وبخلي فارقني. لو مهما كان لن أقبل وجهة نظر في الموضوع، لن أقبل الموضوع هذا ينقسم على 2 أبد، هو واحد بس. هو واحد بس. إذا ما دريت عن المساحة ترى يمسجلها، وقولوا له أن عبد العزيز المريسر يهدد. إيه أهدد، وأقوى تهديد ممكن تسمعه في حياتك، أنت بتصالح، أنت بتفكر 1% تصالح. الموسم اللي تحول الكوارث هذا لا يمكن يمر مرور الكرام، لا يمكن. طربق الدنيا على رؤوسهم، طربق الدنيا على رؤوسهم من أولهم لآخرهم، زي ما طربقوا الدنيا على رؤوسنا. واضح مسلي؟ عفوا، واضح استاذ مسلي؟ لا تكلمني ولا ترسل لي، لا تكلمني ولا ترسل لي. في أمان الله.